بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، استقبل معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نظيرها محافظة تشينغ جونغ نام بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له. ورحب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة في مستهل اللقاء بنظيره الكوري، حيث أكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات بفضل الرغبة الصادقة بين قيادتي البلدين في نقل العلاقات إلى آفاق أرحب. أطلع معالي المحافظ الضيف الكوري على ما وصلت إليه المنامة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، منوها بأن المنامة لديها العديد من المقومات التي تعطيها تميزها منذ القدم، والتي جعلتها تمتلك مزايا تنافسية تستقطب رؤوس الأموال وتعزز من مكانتها الاستثمارية، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به قيادتا البلدين لتعزيز التعاون المشترك بينهما. من جانبه نوه محافظ محافظة تشينغ جونغ نام بجمهورية كوريا الجنوبية بعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وما تشهده من تقدم وازدهار في كافة المجالات. العلاقة بين المجلس وكوريا الحقيقة ابتدت من حول 4 سنين، وقعنا معهم آخر سنة 2016 حق نقل بعض التقنيات الحديثة في المعلومات الطبية من كوريا إلى البحرين. هذا المشروع الحقيقة تم تطبيقه جزئيا في مستشفى الملك حمد، وحين في دور نحن بننشرها على مستشفيات البحرين. هذا جزء من تطبيق نظام الضمان الصحي من ناحية المعلومات الصحية بالنسبة للفايلات المشتركة للبحرين اللي يسمونها ناشونال فايل. وعندنا بعد حق نقل يعني كل المعاملات المالية من بين شركات التأمين وصندوق التأمين والمستشفيات. تأتي زيارتي لمملكة البحرين في إطار دعم الجهود الرامية للتعاون ما بين كوريا والمملكة في المجال الصحي، كما إنني حريص على بناء وتوطيد هذه العلاقة بين البلدين. فالبحرين شريك مهم، ونفتخر بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع الصحي، وأتطلع للقيام بدور في إرساء هذه العملية. أنا سعيد اليوم أن ألتقي محافظ سانجو من كوريا الجنوبية والاطلاع على تطور محافظته، وإن شاء الله تكون هناك نبني على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكون إن شاء الله التوجه في المستقبل إمكانية توقيع مذكرة تعاون بين المدينتين.